الندوة اللي عقدتها يوم السبت الماضي تحت عنوان جمعيتكم أو هيئتكم هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات كانت ندوة بعنوان المجتمع المدني والأحزاب السياسية أي علاقة؟ هل هذا إقرار بأنه ثم أزمة وثم أزمة ثقة ربما بين المجتمع المدني والأحزاب السياسية حتى تبحثوا عن طريقة من طرق التشبيك أو طريقة من طرق العلاقة بينهما؟ فعلا هي الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية. نعم. الجمعية تكونت تولينا 6 أو 5 شهور، قمنا بندوة أولى في شهر جويلية حول استقلال القضاء وقت لقاح المجلس الأعلى للقضاء وحول مشروع الدستور اللي كان يعد في ذلك الوقت، والأسبوع هذا نظمنا الندوة حول المجتمع المدني والأحزاب السياسية وطرحنا السؤال أي علاقة بينهما اليوم في ظل الانقلاب، على خاطر لاحظنا أنه المجتمع المدني والمجتمع السياسي اللي المفروض أنهم الزوز يتمتعوا ويخدموا على حد أدنى ديمقراطي مشترك، الزوز إذا كان تغيب الأسس نتاع الحد الأدنى الديمقراطي الزوز يتضروا، اللي هو حق التنظم وحق التعبير، حرية الإعلام، فصل السلطات، استقلال القضاء، هذا الكل قاعد مهدد بأنه يضيع بشوي بشوي. وشفنا القضاء شو وقع فيه، المرسوم 54 اللي صدروا اللي هو مرسوم يعني خانق للحريات، هذوما زوز يشتركوا في الدفاع عليه، فبغض النظر على التوجه السياسي لأي حزب فهو معني بالحريات الأساسية هذه تتوفر له باش ينجم يعبر على رأيه سواء كان يميني أو يساري أو غيره. الجمعيات اللي هي مكون أساسي للمجتمع المدني كيف إذا كان تتفقد الحدود هذه الدنيا ما تنجمش تخدم. فالسؤال هو اليوم يا لندرا المجتمع المدني والأحزاب السياسية يبقوا كأنهم في دولة عادية ديمقراطية فيها شوية أزمات كل حد يخدم وحده، وإلا يحاولوا يشوفوا شنية إمكانية العمل المشترك للدفاع المشترك حتى يكونوا أقوى على الحد الأدنى الديمقراطي المهدد باعتبارنا في مرحلة انتقال نحو الاستبداد، والاستبداد قاعد يقدم يلزمنا نتوحدوا. كيفاش نتوحدوا؟ شنية التجارب اللي وقعت في السابق؟ شنية المعوقات للتوحد؟ ثم ماذا نفعل مع بعض؟ حبينا نطرحوا السؤال هذا وتتناقش فيه النخبة السياسية عسى تفتح آفاق نحو إمكانيات العمل المشترك، ولا على كل حال تطرح أسئلة حول معوقاته باش نفتشوا كيفاش نجاوزوها. هي خطوة أولى، ندوة أولى إن شاء الله تتلوها يعني أشكال أخرى من أشكال الحوار وتوضيح الرؤى والأفاق. تقييمنا مبدئيا أنه العمل الندوة كانت يعني حظات بالقبول ونجحت من ناحية الإعلامية، من ناحية الحضور يعني كان حضور نوعي لعدد من خاصة السياسيين، ولكن ما زال يعني قيادات المجتمع المدني ما زالت لم تشارك في هذا النقاش. ثم أسباب يعني حينية متاع وقتها، مثلا نهارها اتحاد الشغل نظم بعد ما احنا عملنا الدعوة متاعنا وحجزنا القاعة وما عدناش نجم بدل قرر أنه نهار 3 ولا 4 يدعو إلى تجمع عام يوم الندوة يوم السبت صباحا في 9 في قصر المؤتمرات، ووجه الدعوة إلى المنظمات متاع المجتمع المدني للحضور على أساس أنه كان الأمين العام باش يلقي خطاب مهم ويحب يحضروا له العباد، وتعرف وزن الاتحاد ودوره خلى أنا ممثلي الجمعيات يمشوا لقصر المؤتمرات مش جمعية صغيرة تعمل في ندوة. هذا يتفسر نسبيا إلى جانب حسب تقديرنا عدم القناعة حاليا لدى عدد من مكونات المجتمع المدني بضرورة العمل المشترك مع الأحزاب. يقول لك احنا نخدم على رواحنا ضد الانقلاب، هما يخدموا دبروا راسهم ضد الانقلاب، هنا كنا ضد الانقلاب، لكن ينسى أنه كل عصا وحدها تنجم تتكسر، بينما كيف يجوا مع بعضهم حزمة واحدة راو ينجموا يكون فعلهم أكثر. هذا في رأينا على كل حال. فمسلش نواصلوا العمل ونواصلوا الدعوة إلى على الأقل فتح الحوار للنقاش والبحث على آفاق.